انا لا بضعف ولا بسمن، هي هم موجودة. كلهم عم بيطلعوا فيك لابسه الجامب سوت الشورت القصير. قصير لهو لوين؟ لهو يا اما، يعني حتى من ناحيه وشي وشكلي، يعني انا ما بعرف ليش بطلع على التي في. عن جد ملامحها كثير كبيره. لعم في عيوني، عيونك اذا صحي والحشا بقره. يمكن لانه في عندي طول ما بعرف، بس انا الكاميرا سبحان الله بتاخذني بالعرض. في عالم بالطول انا بالعرض تاخذني. يا هيدا الامر خليك شوي تعصبي من الموضوع وتجربي. لك يا حبيبتي انا حدا كثير، حدا ايزي جدا جدا جدا. لا في منا بنت في كل الضيعه اخلاق ومط، فما عندي مشكله ابدا بهذا الموضوع. كل العالم تعرفني قديش انا ايزي بكل هدول الامور. وتقعد تتكلم عن الناس، تكلم مع الناس وفي الاخر تقول ما لناش دعوه. ملاحظ الانتقاد اللي بتتعرضوا له على السوشيال ميديا. هلا موضوع الانتقاد على السوشيال ميديا كل الفنانين بيتعرضوا له بصراحه. بس انا بالنسبه لي انا بقول لكل العالم انه انا باخذ من السوشيال ميديا الطاقه الايجابيه. ولو ولك شو هالعقل اللي عنده بيك بيوزن بلد؟ عمي محنك عمي، يعني الحنكي بتشرشر من كواعه. حتى بانتقادهم يعني وقت بينتقدوني بطريقه صح، بطريقه موضوعيه مو بطريقه مؤذيه، باخذ فيهم. شو بعرفك انت بهالقصص؟ علموك؟ اما موضوع التجريح فانا بالعكس، يعني انا بحس هدول الناس عندهم ضعف شخصيه، عندهم قله ثقه بنفسهم، عندهم امراض. ايه الله يصابحك، ذكرتيني كنت نسيان. قومي اعطيني كمان حبه 500. قديش مجتمعنا معناته سلبي لاي درجه، قديش عنده حقد، قديش عنده ضيقه عين، قديش نحن ما بنحب بعض. ويتساقط الورق الاصفر وعلى الافنان يبقى الورق الاخضر. كأنه نسبة الانتقاد شوي خفت، انت صرت تنتبهي للصور اللي عم بتنزليها؟ لا ابدا، يمكن تعودوا علي. الظاهر بتحب تخسكر معي. ايه بحب خسكر. انا ليك يا حبيبتي، انا من اول يوم فتت على الوسط الفني لليوم انا هاي انا جني. مش طالعة من حلقة يقول لك يا حينك. يعني اليوم انت اذا بترجعي على لقاءاتي بال 2001 بتلاقي جاني هاي نفسها ما تغيرت. تصدقي بالله والله ما عرفتك، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بنت.